أشادت رئيسة دائرة الإصلاح في المهرة الأستاذة سميرة بيعقوب بالدور الريادي الذي لعبته المرأة الإصلاحية في كافة ربوع اليمن، وأشارت إلى أن المرأة الإصلاحية باتت تمتلك من الوعي بما يمكنها من قيادة زمام الأمور في مختلف المجالات. إن دائرة المرأة بالتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة المهرة لتعبر عن عظيم شكرها وامتنانها لكل امرأة إصلاحية من محافظة المهرة نظر لإسهامها الفاعل في تنفيذ خطط وبرامج الإصلاح والإسهام في توعية المجتمع والقيام بأدوارها المختلفة السياسية والإعلامية والتعليمية وحضورها الفاعل كافة مناشط المرأة الإصلاحية في مختلف الظروف. إن كل إنجاز حققته المرأة المهرية في التجمع اليمني للإصلاح في محافظة المهرة يدل على نمو وعيها واتساع فهمها وإدراكها لما هو حاصل وما يجب عليه فعله، استشعارا بمسؤوليتها المجتمعية وبأهمية دورها ومشاركتها التي اكتسبتها من خلال انتمائها للتجمع اليمني للإصلاح ونشاطاتها المجتمعية، وبهذا اكتسبت نقلة نوعيات وأهلها لممارسة أدوارها في المستقبل أكثر عمقا وفهما مما هي عليه الآن لاتساع فهمها وإدراكها بواقعها والتحديات التي تحيط بها. تحيه أجلال وأكرام ووفاء نرسلها لكل أمرأة إصلاحية بمحافظة المهرة ولكل أمرأة إصلاحية في ربوع اليمن السعيد. وفي ذكرى تأسيس التجمع اليمني للإصلاح 32